انا ريليتد بالفيديو بتاع امبارح اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وهو اعتقال مسؤول امريكي سابق في اداره اوباما للفيديو بتاعه، عشان كان في جدل كبير قوي وان هو بيهاجم الاسلام وبيهاجم الاحداث اللي بتحصل في فلسطين. مش بس كده، لا ده كمان مؤيد ليها، وقال يعني حاجه هارش قوي، وقال لو في 4000 اطفال فلسطينيين ماتوا او استشهدوا فده يعني مش كفايه. فدي الفيديو سيء جدا حقيقي، فبس كويس يعني it's a good thing ان هو تم اعتقاله. شرطة نيويورك قالت ان هم قبضوا عليه، هو اسمه ستيوارت سيلدريت، وهو اللي كان مسؤول في الامن القومي في عهد رئيس اوباما. ده very ironic ان هو مسؤول عن الامن القومي وبيعمل كده. بجد كده امريكا مليانه بلد العجائب حقيقي، بلد العجائب. واكتر حاجه عجبتني انه كمان كان في حمله كبيره قوي على السوشيال ميديا ان هم يكتشفوا هو مين، ايه الهويه بالزبط بتاعته، لحد ما لقوا الاسم بتاعه ويعني شهروا بالاسم في كل حته عشان بالظبط عشان يتم القبض عليه. وذيس از ذا باور اوف سوشيال ميديا، ذيس از ذا باور اوف سوشيال ميديا. والحلو ان هو تاني يوم على طول خدوا اكشن، يعني ما استنوش، لان الفيديو كان يعني اكستريم بجد. حقيقي فعلا دي كانت كل اخبارنا النهارده، وبنفكركم ان احنا النهارده عندنا فيري فيري سبيشال جيست يوجي ايه فحام، وما تمشوش عشان احنا هناخد فاصل قصير وهنرجع لكم تاني بالانترفيو. فلو عندكم اي اسئله يا ريت تجهزوها، وستي تيون هناخد فاصل ونرجع لكم تاني.